طريقة اعتقال المواطن شادي المولوي والادعاء عليه لم تهدأ تداعياتها في نفوس الطرابلسيين، فأهل طرابلس أبقوا على اعتصامهم في ساحة عبد الحميد كرامي. ومن هناك سأل رئيس لقاء الاعتدال الوطني النائب السابق مصباح الأحدب هل كل من يساند الشعب السوري والثورة السورية يعتبر إرهابيا؟ هذا الشاب مدان بأنه هو قريب من الثورة السورية، هذه ما نتهمه محسوبكم، ونحن بطرابلس كليتنا متعاطفين مع الشعب السوري، متعاطفين مع الثورة السورية. سياسة النائب النفس أمر استنكره الأحدب، مطالبا الحكومة بقرار واضح تجاه ما يحصل في سوريا. النائب النفس لا يعني أن الدولة تسخر مؤسساتها لحماية النظام السوري، النائب النفس يعني أن الحدود بتتسكر بالاتجاهين. سلطة سياسية تأخرت 4 أيام تتاخد قرار تنزل الجيش اللبناني والقوات الأمن وقوى الأمن اللبنانية على طرابلس، مين مسؤول عن 10 قتلى وعن 80 جريح؟ وطالب الأحدب من السلطة السياسية إيجاد حل للموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت، كما دعا إلى مصالحة مع القوى الأمنية والجيش اللبناني وفتح تحقيق ومحاكمة كل مرتكب جرم. إذا قادر دولة الرئيس نجيب ميقاتي يقوم بهالمواضيع نحن بنوقف معه، أما إذا كانت القصة أنه والله بدنا نرجع نمغمغها هون، بكل بساطة بنقول له لدولة الرئيس أنت بتكون مشكل. بدوره طلب الشيخ سالم الرافعي الحكومة بالعدل في قضية المولوي والمحكومين الإسلاميين.